السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير من العايدين والفايزين. صلاة الفجر، صلاة العيد في مدينة الخبر، ما شاء الله تبارك الله. المساجد تكبر وتهلل بتكبيرات العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله العالم. حديقة الإسكان، إسكان الخبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير من العايدين والفايزين، والعاب عليكم إن شاء الله وأنتم بصحة وسلامة. تقبل الله طاعتكم. إلى صلاة العيد إن شاء الله. العيد تبدأ الصلاة بارتفاع الشمس على الأرض غيد رمح، يعني خلاص هذا وقته. الشمس عندنا الحين يعني وصلت إلى المستوى المطلوب لبداية الصلاة، بس العالم زحمة، المسافة قريبة، لكن نحتاج لها وقت عشان بس نلف 500 متر زحام الناس. هذا إسكان مسجد جامع الملك فهد، ما شاء الله تبارك الله، مزحوم على آخر عالم في كل مكان، ماكو السيارات. والله يبدو أنه ما راح ألحق على الحالة هذه. كل الناس تدور مواقف في آخر الدنيا، الساحات كلها مليانة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايش هالفوضى هذه؟ بدت صلاة العيد واحنا في الطريق. بدأت صلاة العيد. من أين جاءت العالم هذه كلها؟ أول مرة أنا أشوف الجامع هذا يصلون فيه هنا. حياتي كلها وأنا في هالجامع هذا ما عمري شفتهم صلوا هنا في الساحة هذه في الحديقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، معناته ما في موقف. العالم صلت هنا.
نشوف لنا موقف والله كريم ان شاء الله. مسكر طريق مسكر نوقف هنا. صلينا العيد والحمد لله، بس والله ما كنت أتوقع هذه الزحمة، زحام شديد والله المستعان. العالم في عجل من أمرها، عصبية ونرفزة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رأيي اللي بيتنرفز كذا ويسوي مشاكل يقعد في بيته محسن له، يروح يأذي نفسه ويأذي المسلمين، بدل ما يكسب الأجر يكسب الذنوب. والله المستعان. كل عام وأنتم بخير، من العايدين والفايزين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.